افهموا هذا يا أيها الناسون الله لألا أفترسكم ولا منقذ. الحقيقة كلمة الناسون الله، هل إحنا ناسين ربنا ولا إحنا بنتناسى ربنا؟ إحنا ناسين كتير قوي عن ربنا. الواحد فينا لما بيقف يبجح في ربنا، أنت إله قاسي، أنت فاكر مش عارف إيه، أنت بتتلذذ بالعذاب بتاعنا، أنت وأنت وأنت، أنت نسيت نفسك. أنت نسيت نفسك بتكلم مين؟ مهما كنت إنسان على صورته مثاله، مهما دعاك ابنه، ومهما أشركك في عضوية كنيسته بقيت عضو في جسد المسيح، اوعى تنسى أنك في النهاية مخلوق. أحيانا بننسى يوم الدينونة، ففاكرين إن إحنا عايشين هنا وعادي ناسون الله. دي أصل بقى دي خدوا فيها كتير، ممكن تسرحوا فيها وتفكروا فيها زي ما أنتوا عايزين. افهموا هذا أيها الناسون الله لألا أفترسكم ولا منقذ. يوم الدينونة مفيش فرصة تانية. افتكروا العذارى الجاهلات خرجوا بره بيقولوا ربنا ربنا افتح لنا، قال لهم لا أعرفكم. عشان كده افهموا هذا أيها الناسون الله، ناسي إن فيه يوم للعقاب، ناسي إن فيه يوم للدينونة. المنظر اللي انت فيه ده مش هينفعك. طب ايه اللي ينفع يا رب؟ ذابح الحمد يمجدني، ذابح الحمد الذي اللي قلنا عليه بقى في الاول، اقدم ذبيحه الحمد، حياه فيها تسبيح وشكر لله. المقوم طريقه اريه خلاص الله. المقوم طريقه يعني ايه؟ ماشي على كلمه ربنا ويقع ويعدل نفسه تاني. عارفين بيعمل تقويم للرجلين او للسنان او بيعمل ايه؟ بيعدل حاجه معوجه. فاللي رجله في طريق ربنا معوجة بيقوم طريقه. اللي زي ده أوريه خلاص ربنا. توريه له إزاي يا رب؟ ما هو مهما حاول يعمل مش هيقدر. اللي زي ده اللي بيسعى لشكر الله وتمجيده دائما ويسعى لتقويم طريقه وإصلاح خطاياه باستمرار، اللي زي ده نعمة ربنا تاخده وترفعه وتمشيه في طريق ربنا بسرعة جدا 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 وتفرحه. المزمور بيشاور على ان احنا محتاجين نتذكر من هو الله في مجده، نفتخر ان احنا بننتسب لهذا الاله، لكن لا نكتفي ان احنا نكون زي الكتب والفرسين المرائين اللي كانوا فرحانين ان هم واخدين مناصب جوه الكنيسه، او ان الامه اليهوديه اللي بتدعي انها نسل ابراهيم وما بتعملش اعمال ابراهيم. لكن الفكره كلها ان احنا محتاجين ان احنا نحط قدام عينينا كلام ربنا لما يقول لنا اسمعوا اله تكلم، اسمع ايها الشرير، انتبه انتبه. ولو لقيت حاجه عكس وصيه ربنا بسرعه قوم وقوم طريقك، اوعى تفتكر صمت الله عليك انه موافقك على اللي انت فيه او ان ربنا مبارك لك. لا، انت بتاخد حقك بس عشان لما نقف نتحاسب تبقى خدت حقك على الارض، ياخد حقه ربنا في السماء. ربنا يحفظنا من يوم الدينونه نحن نوجد امامه بالعيب.